حدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخطوط العريضة لسياسة بلاده الخارجية، فجمع في قصر الإليزي سفراء بلاده في العالم، ومن بين الملفات التي تطرق إليها نووي إيران، حيث أعرب عن أمله في التوصل لاتفاق حول الملف خلال أيام قليلة. أحيي الدور الأساسي لدبلوماسيتنا مؤخراً بهدف بناء اتفاقية جديدة كان أساسياً للحفاظ على استقلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومن أجل ضمان المصالح الأمنية لجميع الأطراف الإقليمية خاصة إسرائيل ودول الخليج. وكما كان الحال خلال اجتماعه بحكومته، فإن ماكرون طرح في خطابه ملف الحرب في أوكرانيا وتداعياتها على أزمتي الطاقة والغذاء، فماكرون الذي زار كييف قبل أشهر لم يتوقف عن الحوار مع موسكو لخفض التصعيد وعدم توسع رقعة الحرب. ضرورة إبقاء الحوار مع فلاديمير بوتين وموسكو، لأنه يعتقد أنه في عز القطيعة وفي عز المواجهة العسكرية وفي عز الحرب الاقتصادية لا بد أن تكون هناك قنوات اتصال بين باريس وموسكو من أجل الإعداد لما بعد الحرب. تحدث ماكرون عن إمكانية عقد مؤتمر بغداد 2 في الأردن لتجلس دول إقليمية على طاولة واحدة، وتعهد باستمرار العمل على ملفات كل من لبنان والعراق وفلسطين وأيضا سوريا، التي قال إن الحديث عنها سيكون طويلا ولا مجال له حاليا. يسعى ماكرون لإدخال إصلاحات على السلك الدبلوماسي عبر إتاحة دخول عناصر من القطاع الخاص والتكنوقراط إليه، لكنه في الوقت نفسه يؤكد تمسكه بما وصفها بقواعد الدبلوماسية الفرنسية، وأبرزها عدم الاصطفاف والحوار مع الجميع بمن فيهم أولئك الذين لا تتفق فرنسا معهم. عز غريب، إسكاي نيوز عربية، باريس.